أختي خواتاتي السلام عليكم، الزول في الأول ميدام ميسيو بونجور، إن شاء الله تكونوا قاع بخير. نقولي مازال ما اشتركوش في القناة تاعي، اشتركوا في القناة تاعي ودوقوا على زر الجرس هكذا يجي المنبه كي تكون فيديو جديدة. جو دي أ سو كي سون با أنكور أبوني كي سابوني ما شان، زاكتيف لا كلوش، كوم سا يزورينا لا سينا نوفل فيديو. ديركم ديروا لنا جيم، بارتاجيو لا فيديو، ديروا ان كومنتار باش تعمل فائدة على الجميع. نقولكم دعموا القناة تاعي باش يستمر البث. اليوم في هذا الفيديو جيت تحطكم على المدرب الحالي فريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا، اين سينتهي العقد تاعو في صيف 2021 ومع مانشستر سيتي. وهذا التقرير الاسبانيولي تم التوصل الى اتفاق مع مسؤولين فريق مانشستر سيتي لبقائه موسمين اخرين. وفي بيان صحفي رسمي لفريق مانشستر سيتي اعلن ان المدرب تاعو قد مدد لعامين اخرين وسيبقى في الفريق حتى 2023. والمدرب السابق لفريق البرصا يريد ان يكمل مشروعه مع فريق السيتيزان، وهذا لتحقيق هدفه وهو الفوز بكاس رابطة الابطال. للإشارة أن عقد بيب غوارديولا كان سينتهي في الصيف القادم، وأن عدة إشاعات قالت بأن المسيرين سيتيزان حبوا يفصلوه عن الفريق. dans cette vidéo je vais vous parler de Pep Guardiola l'entraîneur de Manchester City. Le technicien espagnol Pep Guardiola a trouvé un accord avec les dirigeants de son club pour rester deux nouvelles saisons. Dans un communiqué officiel, Manchester City a annoncé que son entraîneur a prolongé pour 2 ans et qu'il va rester jusqu'en 2023. L'ancien du Barça et actuel entraîneur de Riyad Mahrez souhaite continuer son projet avec les Citizens, atteindre celui de remporter la Ligue des Champions. A souligné que le contrat de Pep Guardiola allait se terminer l'été prochain et que plusieurs rumeurs ont annoncé que les dirigeants voulaient se séparer de lui. Je vous dis que cette vidéo est terminée. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salam alaikum.